لكن أنا هتحدث عن تجربتي الشخصية، تجربة إنسان مصري مع عظيمات مصر. وعظيمات مصر هم جزء من عظيمات إفريقيا والعالم. وأنا لما بقول الكلام دوت مش بنحاز ومش بتكلم كلام سياسي، دي تجربتي وأنا بنقلها لكم وبسمعها لكل من بيسمعني، سواء كان في القاعة أو حتى في مصر أو في إفريقيا. الإرادة السياسية لا يمكن تيجي أبدا إلا من قناعة، مش ممكن تبقى جاية نتيجة أنه هو شيء تاني غير أنه هو في قناعة حقيقية تتحول إلى إرادة، وهذه الإرادة تترجم إلى أفعال. طب إيه قصتنا في مصر؟ قصتنا في مصر قصة عظيمة جدا. إحنا خلال على الأقل 10 سنين اللي فاتوا مرت بمصر أحداث كثيرة جدا. فزي ما يعني ما تم تناول الموضوع بواسطة الدكتورة مايا عن أن المرأة المصرية تصدت بقوة في 2013 من أجل الحفاظ على الهوية المصرية. طب هل حد في مصر استدعى المرأة للقيام بهذا الدور؟ لا، ما حصلش. هي استدعت نفسها لحماية وطنها وحماية مش بس الوطن، كل الأجيال اللي هتيجي بعد كده. خرجت المرأة المصرية تحركت في مواجهة يعني ظروف شديدة القسوة والصعوبة، وقالت لا، احنا مش هنقدر نسمح بان الأمور تستمر بالشكل ده، ولابد من تغيير الواقع اللي كان تم حدوثه في مصر في ذلك التوقيت، رغم انه حدث بانتخابات. وانا بقولها عشان بانتخابات ونجاح وصول القيادة في الوقت ده بانتخابات، ونجحوا بالانتخابات صحيح، ولكن عندما تكشف لهم الأمر ان هذا التوجه سيؤدي الى ضياع الدولة المصرية، تقدموا او تقدمنا تقدمت المرأة وخرجت بالملايين بالملايين في مصر. احنا شفناهم في مصر لكن يمكن العالم ما شافش ده. وبعدين حدث تغيير في 30 يونيو، خرج اكتر من 30 من الشعب المصري. انا هكمل القصة وارجو ان انتم ما تزهقوش مني اذا تجاوزت في التوقيت، وارجو ان انتم تسمحوا لي بكده، لان انا الحقيقة لما بتكلم عن هذا الموضوع، عن دور المرأة في مصر، بتكلم عنه بتقدير واحترام واعتزاز شديد، لان لولا هي، وانا هكمل هي عملت ايه كمان في مصر. فحدث التغيير، الجيش لقى ان ده إرادة مصرية للتغيير، مش إرادة حد تاني غير إرادة شعب. ده كويس، محدش لاحظ إن المرأة استدعت نفسها، محدش في مصر. وبعدين يوم 24/7 بعد شهر تقريبا من الخروج ده، كانت الدنيا في مصر مضطربة جدا جدا جدا، وابتدى الخروج اللي كان من جانب العناصر ديت يدي انطباع على ان الواقع اللي موجود في مصر اللي حدث في 3/7 ده كان تغيير بالقوة. فيوم 24/7 طلبت، قلت ان انا بطلب من الشعب المصري النزول مرة اخرى الى الشوارع يوم الجمعة، يعني كان الكلام ده يوم الاربعاء الظهر، يعني يوم واحد يوم الجمعة أنا بطلب من الشعب المصري ينزل مرة تانية ويعطيني تفويض لمكافحة الإرهاب والتطرف أو الإرهاب والعنف المحتمل. ده كان التوجيه. خرجت المرأة المصرية، والوقت ده كان للي بيعرفش كان في رمضان في مصر، الناس كلها صايمة. خرجت المرأة وخدت أولادها وخدت زوجها، وأكثر من 35 مليون مصري كانوا موجودين بدون التفويض، ان انا اكمل ولو في ارهاب او عنف احنا معك
أكتر من 35 مليون بلا مبالغة. وده كان الأمر الثاني اللي برضو يمكن محدش من المصريين خد باله منه، لكن أنا خدت بالي منه، انتبهت للدور، وانتبهت للقدرة، وانتبهت للجدية، وانتبهت للمسؤولية اللي المرأة ممكن تقوم بيها في بلدنا في مصر وفي إفريقيا. إحنا في أفريقيا وفي مصر مش بنفس الغنى اللي موجود فيه الدول المتقدمة في أوروبا وفي أمريكا وفي كندا، إحنا ظروفنا أصعب كتير، وعشان كده دور المرأة في بلدنا أكثر قسوة وصعوبة بكتير من الدور في الدول ديت. نعم، لأن هم بيقوموا بدور كبير جدا جدا في حماية الأسرة ورعايتها. طب بعد كده جه إرهاب، يعني هيبقى فيه تقديم ضحايا، شهداء مصابين، سواء كان الشهيد ده زوج أو ابن أو أخ للمرأة المصرية. أنا هقول لكم في خلال الخمس سنوات اللي فاتوا في جميع مناسبات تكريم أسر الشهداء لم تتقدم سيدة واحدة منهم بكلمة تشتكي فيها أو تتألم مما قدمت. إن قدمت ابنها تقول لي أنا لا مستعد أقدم ابني التاني حماية لمصر. أنا بقول كلام حقيقي والله. لو كانت قدمت زوجها يعني ما فيش أكتر من كده، ما فيش كلام. فده أمر تاني أنا انتبهت ليه في مصر، وقلت لابد إن احنا ننتبه كمصريين لإعطاء سيدات مصر العظيمات المكانة التي يستحقونها واللي أخدوها بجدارة بجدارة. طب أكمل بقى عشان نعرف هل المرأة ممكن تشارك بدور في النزاعات، هل المرأة ممكن تشارك بدور في التفاوض، وأقول لكم طب المرأة كمان عملت في مصر. لما جينا نعمل إصلاح اقتصادي، وده كان أصعب وأقصى برنامج إصلاح اقتصادي على الإطلاق، خلاص أنا انتبهت بقى، أنا خدت بالي، فرحت أنا ناديت عليها وقلت لها ساعديني. ساعدتني وتم تمرير أصعب برنامج إصلاح اقتصادي على الإطلاق في مصر، ولم يخرج مواطن مصري واحد يطلب مني يقول لي خفف علينا قسوة ما نحن فيه، لأن هي بقت خلاص بقت موجودة بفر حاجز بين الحالة الصعبة وبين التعبير عنها. هي اللي خدت الدور في مصر، السيدة المصرية هي اللي نظمت حياتها وجبهت قسوة الظروف الاقتصادية ديت، وسكتت أبنائها وسكتت زوجها على أنه يعبر عن الألم، عن الاستياء، عن الرفض. هي دي تجربتي، هي دي قناعاتي عن سيدات مصر. سيدات مصر أنا بقول لهم مش إحنا نديكم مكانكم، أنتم تتقدموا الصفوف وتاخدوا المكان والمكانة التي تستحقونها، مش إحنا اللي بنديكم، أنتم تستحقوا ذلك. وده كلام يمكن لو يعني قد يؤلم قد يرفضه بعض الرجال، لكن لو إحنا عندنا إنصاف في نفوسنا، في عقولنا، في أحاسيسنا، في تقديرنا تجاه الدور اللي المرأة بتعمله، اللي كتير مننا ما ياخدش باله منه، إن لولا المرأة في العالم ما وجدت الإنسانية، كل الإنسانية.